حمد، طمني على إصابتك ومتى ستعود للملاعب؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحب نشكر قناة 218 على استضافتهم، ونشكر أنت يا عزيزة، ونشكر الأستاذ خيري. نحب نشكركم على هذه الاستضافة. بالنسبة لي إصابتي، الحمد لله يعني بالنسبة لي إصابتي زي ما تقول الحمد لله، أنا توا تعافيت ورجعت نتمرن بروحي مع المعدل البدني لي من يومين فاتوا، وتوا يعني حتستمر اليومين الثانيين مع المعدل البدني، وان شاء الله بعدين ندخل مع الفريق ان شاء الله. كيف لقيت الاجواء في الدوري التونسي؟ حمدو، انت كنت في اوروبا في دوري كبير هو الدوري البرتغالي، كيف تاقلمت مع اللاعبين؟ انت في فريق كبير عربيا وافريقيا، هو بطل افريقيا حمدو المصري، في مبارتين اصبح الجماهير المكشخه يهتفوا باسمه، يعني يتكلموا ان هذا اللاعب الليبي هو نيمار ومراوغات نيمار، كيف قدرت تتاقلم في الاجواء مع الترجي؟ والله الحمد لله، يعني رحبوا بي هنا الناس، رحبت بي الاداريين والرياضيين ورحبوا بي كل يعني، وما لقيتش حسيت روحي اني غريب، بما اني نزلت يعني تمرنت قبل زوز تمرينات قبل المباراة، يعني الحمد لله تأقلمت يعني مع الرياضيين، ونعرف أنا سامح يعني عرفني على الرياضيين، ويعني ما حسيتش روحي غريب، يعني الحمد لله أني يعني متأقلم معهم يعني. وبالنسبة للجمهور الترجي يعني كذا إن شاء الله يعني قاعدين ما شافوش يعني 50% من اللي يقدر يعطيه حمده، يعني إن شاء الله نقولهم إن شاء الله باش تشوفوا حاجات افضل من هيك ان شاء الله. حمدو، هل بنتقدوك اثناء قدومك للترجي وقالوا انك انت رجعت خطوه للوراء برجوعك لدوري عربي بعد ما كنت تتالق في البرتغال، انت تلعب مع بطل افريقيا، شن كان ردك على هذه الانتقادات؟ ولماذا اخترت الترجي اصلا؟ والله بصراحه شفت يعني على التواصل الاجتماعي، والواحد شفت الترشي يعني يقولوا الحمد لله تراجع خطوه للخلف، يعني نحب نقولهم يعني انا بالنسبه لي انا عندي مازال شيء في راسي يعني نديره، ويعني بالعكس يعني نادي الترجي يعني يلعب على بطولات يعني قاريه زي محليه وافريقيه، يعني بالعكس يعني انا ما درتش خطوه للخلف، وإننا نشوف القرار اللي خذيته يعني القرار صحيح، وإن شاء الله يعني ندير مردود كويس في السنة هذه، وإننا نكون حنرجع بإذن الله لأوروبا، حنرجع أفضل في أندية أفضل من اللي كنت فيها في البرتغال إن شاء الله بإذن الله. نعم حمدو، المنتخب الوطني مباراة حاسمة يعني تقريبا شهر وشوية يفصلنا عليها، هل صراحة أنت والمجموعة اللي معاك قادرين على وضع اسم ليبيا في كان 2019 في مصر؟ والله اكيد يعني الحاجه هي يعني قداش اكثر من مره يعني نحكوا الرياضيين مع بعضنا، يعني كنا شادين العزم يعني ان احنا المباراه هذه مهمه، ويعني ماذا بينا ان نترشحوا، يعني اكيد ماذا بينا نفرحوا الجمهور الليبي واحد، ويعني ما اكيد مش صعبه بالنسبه لنا، مش صعبه، لكن زي ما تقول ديما نتمنى ان ديما الاداره تكون في احترافيه شويه في الشغل، يعني كل شيء يكون منظم وبشكل وبكري، ما تجيش في يوم وليله تجي تقول بنديروا معسكر اسبوع او اسبوعين يعني نشوف ان شاء الله باذن الله، يعني احنا عازمين احنا وزملاء الرياضيين باذن الله ان شاء الله المباراه حنعطي كل ما عندنا لاسعاد الجمهور الليبي وترشح للكان ان شاء الله، ومش حاجي بالصعب يعني باذن الله، لكن حنكونوا قدها وقد هذه المسؤوليه ان شاء الله، ونفرح الجمهور الليبي باذن الله. هل تتوقع ان تغيير المدربين يعني تقريبا كل مباراه بمدرب اثر على مستوى المنتخب الوطني؟ يعني انت فوزي العيساوي ما زال ما كانتش عندك مع تجربه، يعني بحكم انك كنت مصاب يعني ما شاركتش في مباراتني السيشل، كيف ترى قيادة فوزي العيساوي المنتخب الوطني الآن؟ هرب الصوت ما عادش نسمع فيه. نعاود سؤالي حمدو مرة ثانية، قلت لك المنتخب الوطني. لا والله زاد شاركت مع الكابتن فوزي العيساوي واحد مباراة السيشل اللي كنت ما كنتش حاضر فيهم، مباراة نيجيريا. لا سمعتك. نعم.
قلت لك يعني كنت حاضر في مباراة السيشل اللي سجلت فيها الجول. يعني بالنسبة لي الكابتن فوز العساوي والكابتن بكر باني يعني ينتظر منهم شغل كبير يعني بالنسبة للمباراة هذه. نتمنى ان هم يوفقهم وان يحطوا التشكيلة المناسبة للمجموعة، وان شاء الله ربي يوفقهم ويوفقنا وان احنا نكونوا قد المسؤولية نتحملها مع بعضنا كرياضيين كطاقم اداري كطاقم فني، ان احنا تكون يعني مباراة مصيرية ونتأهلوا فيها. نعم اكيد كل التوفيق لك نجم الترجي الرياضي التونسي حمدو الهوني وكذلك نجم المنتخب الوطني. كلمة أخيرة حمدو لكل الجماهير الليبية اللي تتبع فيك سواء في الترجي ولا مع المنتخب الوطني، باش توعدهم؟ والله نحب نشكرهم، يعني نحب نشكر كل من ساندني سواء كنت نلعب برا في البرتغال او جات لي. نحب نشكر كل من ساندني وكل من وقف معي ونقول لهم بارك الله فيكم، وان شاء الله يعني ان نوعدهم زي ما وعدتم ان شاء الله بالتالق واحد، وان شاء الله ان ربي يفرحنا ونقدر نفرحهم في مباراه الترشح هذه اللي هي السنه هذه يعني تكون حلم ان احنا نترشحوا لهذه اللي كان ونفرحوا الجمهور الليبي ان شاء الله يا رب.